الذين يعملون في السياسه والسلطه والاحزاب التي تحكم في العراق عموما والبصره طبعا، رسموا حدود لما يسمى بالراي والراي الاخر وحريه التعبير التي كفلها الدستور العراقي وكانت من اولويات هذا الدستور. يعني للاسف شاهدنا مثلا اليوم اعتقال احد الناشطين وهو احمد الهليل، وقبل طبعا ايضا ناشط مدني وهو حسين الشحماني، وقبل استاذ جامعي، وقبل طبعا الكثر. يعني الذي يجمل القلب حقيقه هنالك شبان يعني قد راحوا ضحيه الكلمه والراي في محافظه البصره، تعرضوا الى القتل، ومنهم من تعرض للتهديد، ومنهم من ترك البصره وهرب الى مكان امن غير محافظه البصره. يعني هذه حقيقه اجراءات تعسفيه بحق كل ابناء يعني محافظه البصره. المشكله هنا في هذه المدينه ان يعني من ينتقد حالما يجابه بقضيه قانونيه قد تكون حتى ملفقه، بدل ما يعني السلطه تفر ما هو العكس من ذلك. يعني مثلا هنالك صحفيين في يوم من الايام انتقدوا دائره صحه البصره، وجدنا ان هنالك قضيه في المحاكم ضد هؤلاء الصحفيين. كان من المفترض طبعا على دائره صحه البصره ان تبين العكس اولا وبالتالي تقوم باي اجراء اخر، لكن للاسف يعني نشاهد هنالك حالات تعسفيه بحق صحفيين وناشطين مدنيين وحتى من المواطنين العاديين. لا احد يستطيع ان ينتقد اي حاله موجوده في محافظه البصره وحتى في يعني بقيه المحافظات. يبدو يعني ان السلطه هي نفسها غير مؤمنه بقضيه التعبير والراي والراي الاخر.